عبارة حلقة اليوم: من صبر ظفر ومن تأنى نال ما تمنى. من صبر ظفر ومن تأنى نال ما تمنى. إن الله مع الصابرين دايما. إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. مفيش مجال مفي تحت أي قانون من قوانين البشرية إنك تصبر وربنا ما يجازيش صبرك خير. لازم عاجلا أم آجلا صبرك سيجازى خير. والصبر هنا ليه أشكال كتيرة قوي على فكرة. الصبر دايما الناس بتربطه بالانتظار، لا، الصبر مش الانتظار، الصبر طولة البال، الصبر الرضا، الصبر القناعة، الصبر عدم الجحود، ما بقاش انسان جاف فابقى متسامح. كل ده يندرج تحت بند الصبر على فكرة، كل ده وبلا استثناء يندرج تحت بند الصبر. الام اللي قاعده في البيت طولت بالها النهارده على شقاوه العيال، ده يندرج تحت بند الصبر. الراجل اللي راح شغل وطلع روحه النهارده شغل وطلع 100 مشوار وتعب والمدير اتزهقه ده صبر برضه. كل ده صبر. اللي عيان وعدى اليوم النهارده بابتسامه لطيفه كده وهو متحمل امله ألمه، ده صبر. اللي مش عارف بكره هيطلع عليه ازاي وهو ما فيش في جيبه فلوس النهارده، ده صبر. كل ده صبر يا جماعه، كل دي اشكال من اشكال الصبر. فربنا يجعلكم من الصابرين يا رب. وانا دايما كلمتي الاساسيه طول اليوم بقول ايه؟ تلاقوني قاعده كده اقول إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله. دايما أقولها لما تبقى حاجة مستفزاني، دايما أقعد أقولها. أقول اللهم طولك يا روح، دايما أقعد أقول الحاجات دي، بدعي ربنا إنه إيه يا رب، لأن أنا عصبية، أنا شخصية عصبية، فبحتاج كتير أقول كده، بحتاج كتير قوي قوي طول اليوم أقعد أردد الكلام ده، علشان أي لحظة من لحظات العصبية اللي أنا عايزة أتاخد فيها، اللي الشيطان عايزني أتاخد فيها، أعرف أتراجع منها. وعايزة أقول لكم إن هي نجحت معايا بنجاح شديد جدا، يعني قللت عصبيتي بقدر كبير جدا. كل اللي في البلاتو هنا يشهدوا، يعني انا كان اقل حاجه في الحياه ممكن تعصبني، ولكن بقيت بحاول دايما استعين بكلام كده كاني بناجي ربنا ان يا رب طول بالي النهارده، يا رب معلش ما تخلينيش اتعصب النهارده. خصوصا الانسان اللي بيتعصب، الانسان اللي خلقه ضيق، اكتر انس حد مضرور هو نفسه. فربنا يجعلكم من الصابرين. ما بقتش نور بتقولي انت ما بقتيش تتعصبي، بقيتي تعيطي على طول. بقيت عيوطه بقى، يعني ما بقتش عصبيه، بقيت عيوطه، بقيت اعيط كتير قوي، بس انا شايفه انها حاجه صحيه بتنظف كده. يا احسن ما نضغط على نفسنا. الحمد لله على كل شيء، وزي ما قلت لكم كده ان الله مع الصابرين، ربنا يجعلكم من الصابرين. واحلى من احلى الكلمات اللي تقولوها على فكره: يا الله يا ولي الصابرين. انا حرفيا ما بتسيبش لساني، يا الله يا ولي الصابرين، يا الله يا ولي الصابرين. متعصبين او لا، اقعدوا كده رددوها طول اليوم، تلاقوا كده ايه نفسكم اهدى بكتير جدا.